الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ونحن نحتفل اليوم بعيد الميلاد المجيد وببداية عام جديد، أحب أن أهنئكم جميعا بهذا اليوم المبارك، ونحن نصلي من أجل بلادنا المحبوبة أن يهبها الله باستمرار السلام والرخاء، ونصلي من أجل العالم أجمع أن يهبه الرب السلام والهدوء ويمنع عنه الحروب ونكباتها، لكي يعطي الرب نعمة للجميع ولكي يبارك العالم كله ومن فيه. ونود في مستهل حديثنا أن نشكر السيد الرئيس أنور السادات الذي أناب عنه السيد نور الدين فرغل أمين رئاسة الجمهورية لكي يبلغكم تهانيه وتحياته، كما نشكر أيضا السادة نواب رئيس الوزراء والوزراء الذين أوفدوا مندوبين عنهم لتهنئتكم. نشكر الجميع من أعماق قلوبنا ونطلب لهم جميعا كل بركة وكل نعمة. نطلب من الله أن يجعل عام 81 عاما مباركا على بلادنا وعلى العالم أجمع، يعمل فيه الله بقوته وقدرته ونعمته من أجل كل مكان ومن أجل كل شخص ومن أجل خليقته التي خلقها وأحبها. وعيد الميلاد باستمرار يطلع علينا بقيم عميقة روحية قوية، أول قيمة فيها هي المحبة، فقصة الميلاد أولها في الكتاب المقدس عبارة هكذا أحب الله العالم. لولا محبة الله للعالم ما ولد المسيح وما بذل ذاته عنه. والسيد المسيح جاء إلى العالم لكي ينشر فيه الحب، ولم يكن الحب هو فقط جزءا من عظاته ولا كل عظاته، ولم يكن أيضا جزءا من حياته فقط، إنما كان كل حياته وكان مماته أيضا عنه. السيد المسيح جاء محبا ينشر الحب في كل مكان، ويقول بهذا يعلم الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. وقديما كان يقال تحب قريبك وتبغض عدوك، وكانت كلمة قريب تفهم في معنى ضيق، أما السيد المسيح فجاء ليشرح لنا معنى كلمة قريب، أنها تعني كل أخ لك في البشرية، فكلنا أخوة وكلنا أقرباء وكلنا أولاد أب واحد هو آدم وأم واحدة
هي حواء يجري فينا جميعا دم واحد من هذين الأبوين. أما كلمة عدو فقد شرحها المسيح بأنها لا تعني سوى الشيطان عدو الخير، هو الوحيد الذي يكرهه البشر لا لذاته وإنما لأفعاله التي تبعد الناس عن الله، وقد صارت ذاته أيضا خاطئة تدعو إلى الكراهية. الناس يعيشون بالحب لأن الله هو المحبة. من يسكن الحب في قلبه يسكن الله فيه، ومن يخلو قلبه من الحب فلا وجود لله في قلبه لأن الله محبة. وقد قال الكتاب المقدس: إن كنت لا تحب أخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه؟ أعطانا السيد المسيح مثالا قويا عن الحب في حياته الخاصة، إذ كان يحب الجميع بلا استثناء، ووسع فهم الناس في كل ناحية. وبدأ أولا بأن ينشر المحبة خارج النطاق الإقليمي الذي كان يعيش فيه الشعب وسط ذاك، وعلم المؤمنين به أن يحبوا جميع الأمم وجميع الشعوب لا فرق بين هذا وذاك. ولأول مرة في الفكر اليهودي تأتي محبة الأمم الأخرى ويأتي قبول الأمم الأخرى، وتأتي فكرة شعب الله أنها كل من يؤمن باسمه القدوس غير مقتصر على مكان معين. وهكذا قال السيد المسيح لتلاميذه: اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، لا لشعب معين إنما لكل الناس. وأحب المسيح الكل، وقال: يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن إبراهيم. وقال: إن أولاد إبراهيم هم كل من يؤمن بإيمان إبراهيم. وعاش المسيح بين الناس، بين العامة، بين الشعب، يختلط بالجماهير ويحبهم جميعا فيحبونه. لم تكن ترهبهم مهابته، إنما كانت تجذبهم محبته. ولم تكن محبته عظات تلقى، إنما كانت حياة تعاش. كان الناس يرون الحب فيه ولا يرون الحب ألفاظا تخرج من فيه. كان الحب هو حياة المسيح، وكانت حياة المسيح هي الحب. حتى الفئات التي كانت منبوذة من الشعب كان المسيح يحبها. كان يحب البار من أجل بره، وكان يحب الخاطئ
لكي ينقذه من خطيئته. وهكذا كان المسيح يزور الهيئات التي كان يشمئز الشعب من خطاياها في ذلك الزمان، كالعشارين والخطاة. ويمد يده الشفوقة لكي يجذبهم إليه فيتبعونه جميعا. حتى أعداء أيضا كان يحبهم، وكان يقول: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويبغضونكم. وفي إحدى المرات زار رجلا من الفريسيين الذين يبغضونه، اسمه سمعان الفريسي، ذلك الرجل الذي استقبله في بيته ولم يستقبله في قلبه. وكان المسيح وهو جالس عنده يرقب هذا الفريسي ما يفعل لكي يصطاده بكلمة. ولكن المسيح أحب هذا وذاك، بل أحب أيضا الذين صلبوه، وقال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. كان المسيح حبا ملتهبا من نحو الكل، لا يفرق بين شخص وآخر، ولا بين شعب وآخر، ولا بين محسن ومسيء، الكل أحباء. ومن محبة المسيح لنا جعل علاقتنا بالله هي الحب. كان الناس قديما يخافون الله ويتقونه، أو يتقون عقوبته ويرون هذا تقوى. أما المسيح فربط بين الله والناس بعلاقات الحب، وعلمنا أن ندعو الله أبانا، ونصلي إليه قائلين: يا أبانا الذي في السماوات. وأرانا إن الله يحبنا كأولاده، فهو الأب للبشرية كلها، يحب الجميع، ونحن نحب الله لأنه أحبنا قبلا، ولأنه يحبنا باستمرار، وسيحبنا إلى أبد الآبدين. السيد المسيح عاش بالحب، وفي حبه للناس عاش وديعا طيبا هادئا كنسيم رقيق مر على البشرية وعلى العالم. قيل عنه إنه لم يخاصم، ولا كان يصيح، ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. بهذه الرقة العجيبة فاض المسيح من حبه على الناس، حتى المرأة الخاطئة التي نجاها المسيح من رأيها، قال لها: لم يبق منك، اذهبي بسلام. لذلك أحبه الكل، جماهير كثيرة كانت تتبعه،
حتى حسده شيوخ اليهود وقالوا هو ذا الكل قد سار وراءه، ساروا وراءه من أجل محبته التي لم يكن يعبر عنها، من أجل شفقته ورقته ووداعته وحنانه، حتى بالمقدس حينما يطلب إلينا أن نقتدي بالسيد المسيح يطلب إلينا أن نقتدي به أولا لأنه وديع ومتواضع القلب. وكان المسيح يقول في العالم يصنع خيرا، يطوف من مدينة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى يصنع خيرا بالناس ويفيض من حبه على الناس، هكذا عاش. حتى الأطفال الذين كان يطردهم تلاميذه أحيانا من أمامه بسبب ضوضائهم أو ضجيجهم كان يجذبهم إليه ويحتضنهم ويقول دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. كان المسيح يحب الكل، حتى أورشليم التي أخطأت وقتلت الأنبياء والمرسلين إليها. جلس المسيح على الجبل وبكى على أورشليم وقال لها يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد. كان قلبا عطوفا محبا، وبحبه نشر الحب، وبحبه نشر السلام، وبحبه صالح بين السماء والأرض، وبحبه بذل ذاته عن خطايا الناس. هذا المسيح الذي نحبه والذي نحب فيه محبته، نطلب من الله أن يعطينا هذه الأمثولة في حياتنا، ونطلب من الرب أن ينشر الحب في كل مكان، وأن يجعل الحب هو الدعامة القوية التي يرتفع عليها كل بناء. نطلب من الله أن يعمق المحبة في قلوب المحبين، وأن يعطي الحب للذين يحتاجونه ويفتقدونه، ونطلب من الرب أن ينشر الحب بين الشعوب وبين الدول، فيسود السلام في أرجاء العالم، ولا يكون هناك كراهية أو ضغينة أو حرب أو قتال. إلهنا الذي أحبنا حتى المنتهى هو أيضا فليعطنا جميعا من محبته، وهو أيضا فليبارك بلادنا ويحفظها في سلام ويحفظ قادتها، له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وكل عام وأنتم بخير.